المخزن يواصل إضحاك العالم مع جزع تحقيقه في الواقع. يحاول الحصول عليه بأقلام التلوين. خريطة المغرب في نظره أصبحت أطول من السابق. نظام شغله والشاغل أراضي الصحراء الغربية، بينما يدير ظهره عندما يتعلق الأمر بسبتة ومليليا. حادثة جديدة تظهر بوضوح أن الخريطة المزعومة أضحت تمثل هوسا لنظام المخزن. المنتخب والمغربي حاول خوض مباراة الجزائر في منافسة كأس العرب لكرة اليد للشباب بقميص يحمل الخريطة الوهمية في حلقة ثانية بعد مهزلة نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة. شبان والخضر رفضوا خوض اللقاء في موقف رجولي، أثبت للمرة الألف بأن حب الوطن والدفاع عن سيادته يسري في عروق الجزائري منذ نعومة أظافره. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.